سلام، كي راكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله كي يوصلكم هذا الفلوق تكونوا في افضل صحه وفي احسن حال ان شاء الله. طبعا هنا جاتني هذه الورده هديه في عيد المراه، فقلت نبدا معكم فيديو بها لانه عجبتني. على بالكم كنت باغي نلبسها وبدات فكرت، قلت والله نحطها في الماء ونشوف زعما تنتحل ولا لا، باسكو ديجا كانت فات شعر من يوم بلا ما، قلت نجرب. المهم حلي حطيتها في المحل، ما شاء الله الله يفتحها في وجهكم. وبعد كي رحت البنات كنت ديجا نفخت قبل الفطور، كنت نفخت الكوفرت تاعي، شغل درت لهم، درت في الباسينه الكبيره هذه درت فيها جافيل والماء حامي والجافيل والاومو، وحطيتهم يتنفخوا على غرضهم، باسكو على بالكم انا الكوفرت الحق كانوا نقيين عندي. مي جاو عند الفتره الاخيره خواتي جاوني في مامون تعشت، تما جبت كاع الكوفرتات اللي كانوا عندي وتتغطينا بهم، ماشي زعما الدراري تغطاو بهم. راكم عارفين الدراري دي فوا يرقدوا هكا في الليل كرعيهم مسخين، كون فاهمين ما يستحضوش. المهم قلت معليش كيما قال لك نغسلهم مادام سبالة راها تسيل والحال بدا يحمى، وقلت نغسلهم كاملين. المهم قلت كل خطره زعما نغسل زوج ثلاثه زوج ثلاثه حتى نكملهم. المهم الحق ما عنديش بزاف هادي يا ربي، وقيله واحد السبعه ولا تاع كوفيرتات. المهم هاد الخطره غسلت زوج كوفيرتات وكواس. المهم غسلتهم درتهم يقطروا على تجيهم. بعد كي ناجو حتى هنا كانت وقيله 12 ومعاها 12 ونص حاجه كيما هكاك، وبقى هاد البوراك من الفطور، بقى هاد حبات ونص تاع بوراك، والشوربه اللي بيا اللي درتها طبعا شوربه ولا شوربه فريك ولا شوربه هذه تاع عسل العصفور، كل ما تقعد كل ما تزيد تتقال، تما تزيد زعما تختار وتتقال. ومهم حميتها زعما غير دفيتها مع كل جيعانه وكاع، انا في الفطور فيا طبيعي ما ناكلش كيف كيفكم، ما نفطر ما ناكلش. المهم كليت مع المانش الوحده قل ولا، بعد رحت للصاله شوفوا عائشه راها حالتها مسكينه بسخانه، مسكينه راهي حاميه تقدي، راح دوش لها هي ومحمد كانت سخانه كاع هكا ما باش تهود لهم. ولحد الان زعما راني مع تريتمون، كل خطره نديهم فوتو يعطوني تريتمون جديد ويقول لي الاخر حبسيه حموده ثاني شوف كي راه داير، وجهه راه باغي يطرطق، وعييت نقلع لهم في قشهم يعاودوا يلبسوا، نقلع لهم يعاودوا يلبسوه، جيهم شغل سخانه وفيهم الحمل بارده، شغل يبغوا يتغطوا ويبغوا يلبسوا القش. تسمى هنا راني نغفلهم كل ما يرقدوا، نقلع لهم الكوفير طاب باسكو صاي ديجا راهم لابسين القش. والصاله كيما شفتوني الخطره اللي فاتت كنت رافضه المطارح تاعها، تما البارح كنت رفتهم كاملين على جهه وقت الدراري يلعبوا في الصالون ويخسروها لي، وزيد مي كانوا عندي خواتاتي زعما ولاد سوريا وكاع من الدراري الصغار راكم عارفين يخربوا كاع، وتقطعت كاع التفريش. تما خصني دوك نخيطها، حليت هذاك الطابي باش نجمع عليه، طبعا هذا الطابي غادي نغسله كي ينشفوا التفريشات، كي ينشفوا الكوفيرتات راح نغسل هذا الطابي تاني، راه مغبر وراه مسخ في حاله زعما ما نكذبش عليكم، راه راني كنصلحها التراب راه يخرج منها، ما فهمتش هذاك التراب من راه يجي. المهم جبت هذه البرا كبيره وجبت الخيط هذاك تاع الكولا ولا مش عارف كي تقولوا له، هذاك الخيط اللي يجي خشين، وغادي نحط المخيط تاوعي باش نخيطهم. باسكو المهم كاع المخيط مقطع، شوفوا مخيط كي يقولوا تما ملي راحوا خواتاتي صاير فتهم، ما وليتش حطيت هذوك التفريشات باسكو على بالي تقطعوه باش نعاود نشري وحدين اخرين، حاليا ما نقدش نجددهم. تما قلت غير هما ونخيطهم ونستيكيهم ونفرشهم معاكم، وجبت هذوك هذو الكريستالات كنت شريتهم باش نديرهم في شومبرتي، ومن بعد بدلت رايت. تما راح نديرهم هنايا في حنديرهم هنا في المخايط تاع الصالون، لانه البولات تاعهم الاساسيين ديجا طردقوهم الدراري باللعب، وانا ديجا ما نكذبش عليكم ما كنتش نقول لهم حبسوا ولا قعدوا ولا ريضوا ولا ما كنتش نهضر، كنت خليتهم على اليز على راحتهم. المهم خيطت المخايط، درت لهم هذوك الكريستالات راكم تشوفوا فيهم، جاوا ما شاء الله زعما تحسبوا غير هكا زعما قدام العين جاوا شابين. فرشت هذوك النابخ تاعي جايبتها معايا من الترك، فرشتها هي ثاني البنات، درت لهم خيط تاعي عمرتهم ودرتهم هكا ثاني ديكور، وحطيت الطابي تاعي. الطابي راه مسخ ما نكذبش عليكم، راه متسرب حالته راه حاله، حطيته غير كيما قال لك في الوجه وصاي، بصح غادي كي نشوف الكوفرتات راح نغسله. وهنا البنات حطيت هذاك الطابي اللي كان ديكو دايرته في جهه تاع الدراري نغسل فيها، راه هنا اللي نفخ فيه ديجا بمحامي، ونقيت تحت السدادر ونقيت وخرجت كاع لي جوي تاع الدراري كانوا مقيوسين. الصالون ثاني كيما نقولوا ديجا التفريشات كنت غاسلتهم، حط خيطت التفريشات وخيطت المخايط، بلاصيت هذاك الضو. طبعا هذا اول روتين اول يوم مور الفطوره، وسيق طبعا الصاله راها نقيت شعلت شعلت. امنوا دروك ثاني يوم رمضان راني ندير لكم في المونتاج صدقوني الدار راها نقيت شعل، باسكو راني سجلت لكم روتين اول وثاني، يعني اول روتين اول يوم مور الفطور وثاني يوم. هنا كنت دوشت لهم ديجا كاع قوايم وما غسلت لهم شعراتهم، دوشت لهم غير من تحت، والدار كانت حاميه ديجا، شدرت قلحت لهم قش ما لبست لهمش قش، تما خليتهم غير هكا بالتريكويات وخفاف وسليبات تاعهم هذا ما كان. ونقيت الدار سيقتها، دخلت دوشت انا ثاني، شوفوا وجهي لا فلتر لا والو استغلوه.
دخلت كشغل نشوفو كشغل حليت القدره في الفطور، حليت القدره وجهي نصهاد كشغل وجهي نصهاد وزد دوشت وجهي كشغل ولا طوماطيس. المهم وشديت بلاصتي هنا قلت ريكوموندي شويه في ندور شويه في الفيسبوك راكم عارفين الانستغرام دور شويه في التليفون. ومن بعد كاين المصحف ها راه هنا اوفيس اللي كنت نوري لكم فيه والدواء تاع الدراري خصني كل وقت معين نشربهم دواهم. المهم المصحف راه قدامي غادي كيما نقولوا ندور شويه واحد النص ساعه ولا 40 دقيقه سا ديبون ريبوندي على لي ميساج ندور شويه في الفيسبوك في تيك توك الى اخره وبعدا نشد المصحف نقراه شويه. المهم وبعد كينا محمد كان حدايا ديجا كنت ندور انا في فيسبوك محمد كان حدايا شاف تحليه تاع الفلون انا ديجا كنت دايرت لهم الفلون وكنت ديجا مخرجت تما هذا الفلون دايرته بهذاك القالب سيليكون اللي خرج جديد هي. وكان عندي الفريز راه وقيله في 3 ولا 4 جور عندي في الفريجيدير ما كاش لي كلاه. هي شاف هذيك التحليه بالفريز قال لي ماما ني باغي كيما هكاك. هو غير بالغي في صوصاي هو ما كان باغي ياكل ما ولو غير يتبهل له صاي وحطيته له والله ما كلاه قسما بالله ما كلاه. تما غيب غي ضياع كون كان يقارح فيا نقول له ما كانش هي ويقلع لي ويبكي. وعائشه كيما شفتوا ثاني انا حطيت لها الشوربه قلت لي ناكل الشوربه وهذاك شوربه والبوراك حطيت لها تانيك تاكل. المهم هذا تاني يوم فطور تاعي تاع تاني يوم البنات كانت عندي الشوربه الليبيه تاع البارح ما طيبت لا شوربه لا حريره قليت الفريت ندرج مقالي تاع فريت ودرت هنايا المقله تاعي هذيك الصغيره تاع البانكيك درتها تحمى. وهنا جبت هذاك الخبز البنات تاع الطاكوس خبز تاع الطاكوس بصح جاي صغير كانت باقيت لي الكفته هذه كانت باقيت لي الكفته في الفريجيدير من تحتها مقليتها ايا هذيك الكفته تاعي عاود تحميتها مليح باسكو كانوا فيها كانت ميدمه تما حميت هذيك الكفته كيما نقولوا صافحه فهمتوني تما بغيتش نقيسها وكاع هي غير هي وعاود استعملتها. ودرت فيها الفرماج تاع البيدون درت فيها حبات تاع فرم تاع بطاطا ودرت فيها شرائح من الجبن هذاك لي برس كيما جبن الموتزاريلا تاع البيتزا درت شرائح كبار كيما نقولوا من هذا شرائح هكا كشغل خفيف باش كنحطها في المقله البنات كشغل يدوب راكم فاهمين. المهم حطيت الحبه الاولى تاعي وكشغل المقله تاعي صغيره ترفد جوج حبات صغار راكم فاهمين هذا الخبز طاكوش اللي جاي صغير. المهم بالنسبه للحشو عمرهم باللي بغيتو انا كان عندي قلت لكم فيون داشي كشغل صابح ومبغيتش نرميه زعما نعمه ربي حمبوك. المهم درت معاها البطاطا ودرت مقله تاع بطاطا على جهه ثاني بالمايونيز كلاوها الدراري انا ما نبغيش البطاطا زعما هكا قليلين ناكل البطاطا. وما نكذبش عليكم هذا الروتين تاع رمضان صايي ما غير في البدايه ما ولفتش ناكل لا غالب مازال ما تحلتليش لابيتي الروتين تاع رمضان زعما اوكي هكا وكاع ما ولفتش. المهم جبت هذيك المغرف تاعي قلبتهم على جهتين طيبتهم منهم من حمرتهم على جهتين درت غير خمس حبات ما كثرتش درت خمس حبات تاع فطور وسحور هذيك هي. ودرت القهوه تاعي تحمى البنات يعني هذه القهوه تاع البارح غير هي زدت عليها كاس تاع ماء وزدت عليها مغرف تاع قهوه وحطيتها الطبخ. وهادو هما الساندويتشات تاعي البنات المقله تاعي ما درت فيها لا زيت لا والو كيما نقولوا ناشفه كيما راها. وهذا هو الفطور تاعي تاع نهار اليوم ثاني يوم رمضان هادو الساندويتشات هكا حاجه بسيطه كيما نقولوا فيون داشي كيما كانت عندي قليت البطاطا درت الفرماج سلطه هذيك ماسيدوان اللي كيسموها هذيك السلطه تاع الروز تاع البارح والشوربه تاع البارح والثمر والحليب والليموناد. بالنسبه للكوفيرتات البنات نشرتهم في الحبل اللي داخل عبيكم راني دايره حبل داخل حقاني صايبته والقش كيما نحطه كيما ينشف زوج كوفيرتات هاد الكوات غسلتها وهاد الطابيت يعني غسلتها رديتها هي شعل خرج منها التراب ما فهمتش التراب من راه يجيني. المهم غسلتهم دوك يقعدوا يومين ثلاث ايام هكا مشهورين عاد باش ينشفوا لي ودخل بالحاجه. وبعد كاين البنات مور الفطور عارفين غسلت ما عندي على الدار دوش ليا عاود دوش للدراري طبعا هذاك البارح دوشنا روتين تاع البارح واليوم روتين تاع اليوم تما من الفطور وروا حدا كاع روتين تاع اليوم تانيك. من بعد كي كملت زعما هكا شغلاتي وكاع وصلت العشاء ما بقيت ما نديرش قلبت هذيك الزريعه وقعدت دخلت الفيسبوك دخلت التيك توك قعدت ندور انستغرام ما خليتش حاجه ما درتش فيها. كيسه ديك الزريعه تاعي كملت ديك باطا كومبلي مقابله طبعا الكوزينه كانت خاويه الدراري كانوا في الصاله تما انا مقابله كيما نقولوا الباب قاطبا لي خرجوا لي يدخل قاطبا كلشي ريزون كاع عندي. المهم البنات وحطيت المصحف قلت باش نقرا شويه المصحف لاني ديجا دوشت وتوضيت ضربه وحده كيما نقولوا دوس صغير قلت باش نقرا شويه مصحف قولوا لي وراكم واصلين. طبعا انا تعرفوني حاجه تخص العباده ما بغيتش نجبد عليها الا باش التشجيع هذا ما كان مشي زعما تباهي الله يهدينا. هنا دخلت للصاله قلت فكرت الغريب قلت نشوفهم شنو يديروا كنت حطيت لهم ديجا تشينه وحطيت لهم الزريعه هما تانيك كانوا يتفرجوا في الميكي. الصاله كنت نشوف فيها راه نقي الحق ما مش مسخينه الخت وصيتهم قلت لكم توسخوها ما زيدتش ندير لكم رمضان.
المهم ديك التينه ما كملوهاش حقي ربي، ما كملوهاش زريحه ثاني ما كملوهاش، كما عارفينهم راهم مراهم. ومن بعد جبت المصحف تاعي البنات، طبعا انا باقي لي جوج صفحات من سوره البقره، لانه البارح جا ما قريتش مع كنت عيانه وكاع غسلت الكوفير طات البارح وكاع تما ما قريتش. البارح في الليل رقدت وحمود هنا بعد ما دوش استغلو كي راه شباب وكي راه زين، استغلو كي راه سباب. المهم قريت قلت لكم سوره البقره ما قريتهاش البارح مع الفجر، ثم ما كملتهاش، كانوا باقي لي جوج صفحات وندخل في آل عمران. الله يجعل كيما قالك ربي قدرنا، وانا ماذا بيا البنات نختم ختمه وحده كيما قالك، نقرا بالتاني نقرا بشويه نقرا في غرضي خير مني نختم جوج ختمات ثلاث ختمات وانا نجري ونتسابق معايا، باسكو هذا ماهوش سباق كيما قالك، نقرا خطره ختمه واحده فيها البركه. الله يقدرنا وان شاء الله نتلاقاو في فلوق واحد اخر، ان شاء الله يكون عجبكم الفلوق تاع اليوم. وهذا المصحف جاني كادو من حبيبه، نقول لك بارك الله فيك حبيبتي وتصبحوا على خير.